مهلبية الشوكولات عندي هنا 10 معالق كاكاو بودرة وأربع معالق نشا وأربع معالق زبدة، نص كوب بيبين كريم وفانيليا واتنين لتر حليب وكوباية ونص سكر، وهدول لو احتاج هنضيف سكر. بضيف شوية شوية حليب وأدوب الكاكاو مع النشا. بعد كده بزود كل كمية الحليب، هرفعه على النار وأقلب لحد ما يتماسك. انا حاسه انها محتاجه شويه، هضيف معلقتين نشا مدوبين في حليب كده. المهلبيه كويسه، هضيف عليها الزبده لحد ما تذوب. بعد كده هضيف نص كوب كريمه بتخف. بعد ما دابت الزبده هضيف نص كوبايه كريمه خف. انا خلاص صبتهم في الاطباق وهغطيهم على طول بستريتش نايلون عشان خاطر ما يعملوش قشره، واسيبه يبرد. غطيتهم بستريتش لحد ما يبردوا عشان ما يكونش قشره.